جدا برحب بكل المشاهدين الاعزاء في كل مكان، بكل الناس اللي تمت لي متابعتنا الان عبر هلا بكم، وبجدد اكيد الترحاب بضيفي داخل الاستوديو، سعيدين جدا في المساحه الاولى من هلا بكم. يكون معنا راضي الوالي، هو صاحب كلمات رقيقه وكلمات مقفاه، شعر الرباعيات برضو واحد من انواع الكتابات الشعريه، هنتطرق له الان عبر راضي. مرحبا بك راضي ومساء الخير عليك. يعني عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، مساء النور عليك ومساء النور على المشاهد الكريم ولوالف تحيه. نعم راضي، قبل ما نعرف تفاصيلك ونتعرف عليك، مرحبا، خش لنا في مربوعه كده. مربوعه واحده كويس. الزول حقه يشقى عشان يحصده شقاه، والزول حقه يبقى مين معاه رفقاه. بعدين يا رفاق التوب بميز ونقاه، معلوم في الكتاب اصله التسيب تلقاه. ده المربوع. الله يعزك. طبعا انا ما عندي تخصص، يعني متلقي بس، لكن ما قال المربوع ده شويه كده. لو قلت لي مقطع كامل. نعم نحن هنجي نشوف ثاني مجموعه من المربوع ونسمع، يعني يمكن يكون قصيده كامله، لكن شوية هذه الكلمات أو هذا المربوع أدانا حماس كده وطاقات، وخلى كل المشاهدين حابين يتعرفوا عليك. التحية للمشاهد الكريم وراضي الوالي، راضي محمد عبد الله الوالي من شرق سنار، غرية واد السوار، وله التحية من هنا. أي زول وأي زول بيعرف راضي الوالي له التحية. الشهرة طبعا اسمي بالاختصار كده راضي الوالي، راضي لكن الوالي. اسمي راضي محمد عبد الله الوالي. الوالي هو اسم العائلة. أيوة بالضبط. يعني ما عنده علاقة بأنه تصرف معين أو أنت تسيطر على الحياه أو والي أو هو كان. أصلاً سموه الوالي ذاته عشان أصلاً هو ما شاء الله متولي. يا سلام. أمر الناس وكذا يعني. بيتولى أمر الجميع الحمد لله. طيب نشوف المنطقة اللي أنت نشأت فيها، شرق سنار. منطقة من شرق سنار. وهذه التفاصيل الجميلة يعني. شرق سنار بالضبط منطقتنا اسمها واد السوار، واد السوار بتقع بين بحرين الحمد لله. بين النيل الازرق اللي هو بنسميه العديك والدندير. نهر الدندير. في المقرن ذاته يعني، في المقرن بس في وسط منطقتنا في الوسط الحمد لله. يا سلام. وفيها قصيده جميله كده بتقول: والسوار دي جنه ومنيا ليل ما شافها، تعجز الكلمات والحروف في اوصافها، منظر طبيعه جمال وفي الظلام كشافه، مصدر سعاده اكيد وان جاها المريض بتعافه. من جيت الشرق ربنا بين نهر حابيها، ومن جيت الغرب بين نيل كمان حاويها، من جيت الشمال المقرن هناك صابيها، ومن جيت الجنوب أصبر علي جايها. أرض زراعية ومخصبة من صاحب الكرم والجود، وكل نوع في الذرة مزروع هناك موجود، سكانها الكرام راجعين دوام وسجود وحامدين ربهم شاكرين على النعم والجود. فيها جروف وفيها تشوف خصائل شتى، فيها الخير كتير وايضا بهايم حتى. افصح تم لساني الليله احكى وافتى، وقال زي والسوار في الدنيا غط ما شفته، سكانها الكرام ما بنفروا منك حاشا، وان جيتم تزور يرحبوا بيك ببشاشه، ان طالب الجوار تسكن تسو على الشاشه، وقليل الادب بتلقوا في الرشاشه. والسوار ككل والسوار بلدنا وفيها اتربينا، مرت على الضيوف وزارها ما بجافينا، ما شفنا المثلها بعيننا ذاته يمينا، ويا رب يا كريم بكل الفضائل يروينا، ويا رب يا كريم بكل الفضائل يروينا. يا سلام. نحن الان شفناها عبر هذه الكلمات الجميله، يعني وصف كافي. يا ريت لو تشوفها يعني، نحن الان يعني عبر السمع شفناها مرات، الصوت او السمع الرواية يديك ملامح. صحيح. نحن الان قدرنا نتخيل هذه اللوحه الجماليه، يعني شكلة. طالما هي ملتقى بين النهر النيل الازرق ونهر الدندير، ف بالتالي يعني كل الناس عارفة شكل الملتقى يمكن يكون عامل كيف، أو المقرن يمكن يكون عامل. صحيح. عامل كيف. نعم. سيار بهذه التفاصيل الجميلة والوصف اللي أنت وصفته. برضو ده بقودني وبخليني شغوف جدا أعرف التفاصيل. زمان يعني أنت صغير في المدرسة، دائما الزول أصحاب الشأن، في الآن نحن في مرحلة أنت الآن شاب وعندك شان وعندك كلمات مقفة. نعم. بيقولوا دائما الزول الشاعر ولا الزول الفنان اللي بيكون عنده احساس مختلف، بدايته دائما بتكون مختلفه. نحن عايزين نعرف على البدايه المختلفه دي منذ الاساس يعني. ايوه الحمد لله، انا يا هو قريت الاساس في مدرسه واد السوار ذاته، في المنطقه ذاتها،
وقريت السنة في 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 منطقة جنبنا اسمها ملولحة، لها التحية هنا لها جو الدراسة. كان كيف المدرسة؟ فيها أنشطة ثقافية؟ أي في البرامج الصباحية دي برامج عادية، لكن دي ما برنامج الصباح طبعا ثابت لأي برنامج الصباحي. أي أنا الحمد لله كنت بقدم أنا ذات البرنامج الصباحي، بقدم أنا يلا في الثانوي شوية كده الحمد لله استمرينا في الثانوي، بقيت بقدم وبشارك أكثر ومشاركتي معظم مشاركتي. لسه ما كنت بتكتب؟ كنت في الأساس الثانوي ما كنت بكتب، يعني كنت الحمد لله في الأساس بشارك بس يعني. وبقدم البرامج. في الثانوي بشارك وبشارك الحمد لله بمديح. يا سلام. أي يعني المديح ما كنت بكتبه، لكن يعني كنت بمدح المدايح المكتوبة العادية، لكن الحمد لله لما جيت وانتقلت لمرحلة الجامعة الحمد لله بقيت بكتب وبكتب المديح برايي. وانت بتقدم للبرامج المختلفة في يعني الأساس والثانوي، وكنت يعني وقت داخل السنة بدأت كتاباتك الخاصة؟ ما بديته. أكيد كنت بتستعين بكتابات ممكن تكون معجب بها. من الشعراء في الوقت ده كانوا بيلهموك كنت معجب بكتاباتهم، كنت بترددها وبتقدم بها فقرات الصباح يعني؟ والله بس الحمد لله في فقرات الصباح دي بقدمها ياهو بحكم. ما كنت قاعد أقدم بمقاطع شعرية وكده، والشعر أصلا يعني كنت بس بريده ريدا من بعيد، يعني بسمع لناس يوسف البنا اللي هو التحية، واخيرا سمعت للمرحوم محمد شريف والدلخاوية. انا ما تمسكت به لكن بس بسمع لهم من بعيد لبعيد، ويعني ما اقتديت ممكن يكونوا شكلوا شخصيتك الان يعني والله او ساهموا في تشكيله يعني ما سيطروا عليها تماما. ما سيطروا عليها لكن بيكون هاي مساهمه. انت كنت قلت بدايتك برضو كانت بعد التقديم البرامج. اي تقديم البرامج ده طبعا بيعلم الزول الشجاعه الادبيه. عندها رجل الحتة بتاعت المديح دي ودارين نسمع منك حاجة كويس. المديح ده الحمد لله كنت قاعد امدح امدح المدايح العادية المسجلة دي، لكن لما جيت الحمد لله بقيت بكتب براي برضو. بتكتب لنفسك؟ الحمد لله بكتب لنفسي براي، بكتب مديح وبكتب يا هول الغنى اغاني والمرابيع. يا سلام الحمد لله. لكن الحمد لله ممكن تسمينا مدحة ولا مدحة؟ اي ما سمعك لها، لكن اغاعات ما في، لكن ممكن بس حاجة كده بسيطة زي المربوع الجبال اللي قدمته هنا ده. كويس المديح كتير. ممكن تكون دندنة يعني. هاي وتقول حبيب الله حبيبي رسول الله حبيبي حبيب مولاه حبيبي رسول الله حبيبي حبيب الله حبيبي رسول الله حبيبي حبيب مولاه حبيبي رسول مولاه حبيبي باسم الله حبيبي بديت اتلا حبيبي كتب املا حبيبي رسول الله حبيبي حبيب الله حبيبي رسول الله حبيبي حبيب مولاه حبيبي رسول الله حبيبي صلى الله عليه وسلم. انا دار واصل لك الكلام. والله ما تخبر كده ما بدنا نسويها. يا سلام ما مسجله لسه المدح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يعني البدايه اكيد بدايه دائما الزول بيقول انه يبدا بالمديح، ودي طبيعه حال كل المبدعين بداياتهم تكون مديح. نعم. نسبة للبيئة اللي احنا موجودين فيها. نعم. كله طبعا صوفي. اكيد بدون ادنى شك. الله اكبر. يعني وشايلين من هذه التفاصيل الجميلة اكيد في جوانا موجودة. نرجع ثاني للشعر ونشوف اول قصيدة انت بديت تكتبها. والله اول قصيدة يا هول كتبتها قصيدة السوار دي. المنطقة. اي حقة المنطقة ذاته. طبعا الزول بيكتب اول. نعم. لكن الحمد لله في الغزال وفي الفخر وفي الحماس وفي النصيحة. سمينا وحده يا غزل اختار. كويس. الصاح بيعملوا الولد النجيض ومربى والفاح فاح خلاص عقبان ولا بيتخبى. يا عالم السراير والدفين والغبة أحفظ نفسي من جور الزمان الهبة. واعلم إنه مهما تسوي ربنا شايف أخت المرمي والراجل البهوش والخايف. أه الساجد اللي بيصلي والحجي الطايف ارفعهم إله الحقني عبدك حايف. وقدر ما تسوي في الدنيا العبوس وتسوي المال ليك ما بتاخد مهما تحول. شدرة الفرغة ما تطلع حما بتضوي دي الزارحة والطالحة كلهم هوي.
واعلم انه مهما تسوي ربنا شايف. اخت المرمي والراجل البهوش والخايف، هسا اجدل بيصلي والحجيجه الطايف، ارفعهم الهي الحقني عبدك حايف. والزول حقه يشقى عشان حظه شقاه، والزول حقه يبقى امين معارف فقاه. بعدين يا رفاق التوب بميز ونقاه، معلوم في الكتاب اصله التسيب تلقاه. النصيحه كثيره يا سلام. نعم انت كفيت ووفيت يعني. يعني كلام جميل. بل الشعر الان انت ممكن سمينا نموذجين كلها حماس، وانت بتكتب برضه في الشعر و وانواع اخرى. شنو اللي بيلهمك انه انت تقدر تجر او تمسك قلمك وتكتب؟ والله طبعا الطبيعه الطبيعه والماء والوجه الحسن زي ما قلت. نعم. لكن اكثر حاجه شنو؟ الوجه الحسن اكيد. الطبيعه اكيد. لكن الطبيعه والماء والوجه الحسن ديل يعني كلهم مرتبطين. الوجه الحسن او الشعر الغزل ده بتميل عليه كثير ولا؟ والله الحمد لله. عندك فيه اكيد اي نسمع حاجه ان شاء الله. طيب التحيه اولا تبادي للمشاهد الكريم، وتحيه عامه لبنوت حوا كلها. نعم. وبنوت حوا كتل في جمالها شزن، بريت هريت شديد جوات فؤادي غزن. بنظم في الكلام والصيف بجيبه موزن، وقدر ما يزغرت من ضرعاتنا فوق بنهزن. بغني عليك انا السمحات بتم البادي، بريد كن طبعة فوقي وليلي قال دو سهادي. اهل عايش العشق والماسك الم الماضي، والدائره النصح التنده تقول يا راضي. بنصح كن تروع عوسا عواصا نجيضه، اوعاك اللعب ووع الهوان في فريضه. احفظ انا الشرف من النفوس مريضه، والنار من شرار والتوب سترت عريضه. البس انا البليغ بيدين ساتر وقافل، وقول انه السمح ما يكون كلام كان تافل. نسمع للزغرة وننبسط في محافل، نعيش بعز وهيبة لما نقبل سافل. بنوت البلد وأيضا بنات العاصمة، الخاتة الزمام واللابسة سلسل وراسمة، النايرة مشيش والديمة باشة وباسمة، بريد كريت عديل خلى الكبد متقاسمة. أبشر بالخير أختنوا التبرج والعطور الفايحة، وفوتنوا الجليس وختن تبحت الدايحة. أطلب ليس لعين من الشروق لا الطايحة، واذكر أن الله يوت ما الدنيا زايلة ورايحة. والغنى فيك نتن بصراحة حقيقة، أسمح من سمح شوف اللي ياخي طريقة. أنعم بمسماح أن من حشاها رقيقة، بيت بلدي هناك ملكة هواي وفريقة. ملكة وبيت عزاز من البيوت ما مرقت، ومرقت روحي بدري وفيها أسهم خرقت. خرقت قلبي تش تفكيري أيضا سرقت، سرقت حزني وآلام بسيم تن برقت. فيها وفيها فيها الفاها زي الودع عليها، ولي عليها وليها قلبي استدعى. تقدل وتنعدل تجدع، تجيب لها فدعة بيها بقيد بليها وبيها سيت البدعة. الله عليه عفافك والمسامع الطرشة، وقد لساهي المقسومة عاد ما الكرشة. أديتين الله عليه عفافك والمسامع الطرشة، وقد لساهي المقسومة عاد ما الكرشة. أبشر بالخير والله. والله عليه جمالك والعيون السودة، والله أنا لي منك يا المها المريودة. أديتين طلة ويا ميتين العودة، بكي لك سكريم وأنا بستحق البودة، بكي لك سكريم وأنا بستحق البودة. سلام. انت متاكد انه القصيده دي لبنات حواء كلهم ولا؟ والله دي بدأ ببنات حواء كلهم. نعم. يعني مرات الشاعر بيكون قاصد يعني شخصيه معينه، لكن بيقول بنات حواء. عموما هي نصيحه يعني المفروض تحطوها، بيقولوا اهلنا السودانيين حلقه في اذان، وما في اجمل من وصيه زي دي يعني. صح. الشعر الحماسي وفي الغنى الحماسي او اللقاءات اللي بتصاحب، احنا الان من خلال هذه الكلمات الجميله برضو تفاعلنا معك. في الناس بيتفاعلوا مع الاغاني، اغاني الحماسه واغاني الدلوكه. صح. عندك كتابات او تعاملات مع فنانين؟ والله عندي تحيه لكل الفنانين اللي بيعرفوا راضي الوالي، وتحيه خاصه للفنان علي عبد العليم والديشين، هو الان خلف الكواليس ان شاء الله حيستضيفوه. نعم تحيه لي والله. يعني والله يا راضي شاكر لك جدا، وهذا الحماس يعني بدايه جميلة جدا يعني، حركت مشاعرنا ونحن لسه في فقرات مختلفة عبر هلبيكم حنستقبلها أكيد بحماس وروحنا عالية. أنا شاكر لك جدا لخلق هذا الجو الجميل، ويعني شاكر لك جدا وسعدنا جدا بإطلالتك، ونريد أنك تقدم كلمة وتحية لكل الناس اللي بيشاهدوك، وتختم لنا بحاجة كده قوية برضه. كويس. أول حاجة بوصي الناس كلهم بأنه نمشي في الطريقة الصحيحة والطريقة الغويمة والطريقة والعلم،
وبوصيك بالعلم، خلق جراب وخزين وصاب الرسول قال اطلبون في الصين. سيبك من دي، كيف زي قد لتلوزين وكان باريت هواك باكر بتبقى حزين. والمال والبنون زينت الحياة الدنيا والعيش الحلال في زايلة أجمل منية. خلق زول بشوش وجواد وخلق بنية سوي السم حيوت شان تستحق الغنية. وقع من عني بالفاك تعال بيجاي، ووعاك من تجالس ناس هلا وباي باي. الرجل المدردر ياهو صاحب الرأي والعوق المجرجر تلقى دنقان ساي. وقع الليد وطايلة وبكرمك من مافي، شيالة تقيلة وبحر بيجود طافي. الراجل الدرس بنقد عليه غوافي كان شافك شغال، بنده عليك عوافي كان شافك شغال، بنده عليك عوافي. والتحية للمشاهد الكريم والتحية لكل زول بيعرف راضي الوالي، والله يكرمكم. تحية ليك وعوافي، ليك وعوافي لكل المشاهدين الأعزاء في كل مكان. نحن متواصلين معكم عبر هلا بيكم.